السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما معكم بالعيد منتقي الناطق رسمي لجميع الجمعيات داخل مدينة الدار البيضاء. حنا كنت نشوف في عملية الكنترول عند أحد أبطال مسابقة سيد المختار وضمن عصبة الدار البيضاء الكبرى، ودائما عدد الأبطال والتنظيم سليمان عبدو والإنجاز الكبير داخل هذا المسابقة ديال سيدي المختار. وشوفوا البطل ديالنا كيفاش شاهد المسابقة وكيفاش كان الإعلان ديالك الأخ سليمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ بالعيد كنشكروك على الزيارة وكنشكروك على المجهودات الجبارة اللي كتقوم بها في سبيل الدولة، كنشكروك جزيل الشكر. وبالنسبة للمسابقة راه دازت مسابقة قاصحة كما كيعرف الجميع، كانت الأجواء شوية حارة وعطلوا لنا الحميمات ما تلقاهمش قريب بحكم كانت الضبابة. الحمد لله جاب الله التيسير ودخل علينا بجوج حميمات. وتا المسابقة راه ملعوبة واخا دازت شوية الحمد لله. الحميمات ما كانش ضايعة الحمد لله. والحمد لله جاب الله التيسير في جوج حميمات دخل علينا بهم، هذه راه الحمد لله راه الأولى في الجمعية. تبارك الله هي الحمامة الأولى. من الحمام الأوائل اللي غادي يكون في العصبة. يقدر كاع تكون الاولى ان شاء الله باذن الله. المهم ما بين الاوائل داخل عصبة الدار البيضاء الكبرى. ما بين الاولى كاع والثالثه. يعني توقيت جد ممتاز. جد ممتاز وجد رائع تبارك الله عليك. ناخذ ندير واحد الاطلاله على الحمامه الاخ سليمان. تبارك الله اللهم بارك وزد في ذلك. الحمامه هذه ديال الكوبل اللي عطاني هذه الحمامه ديال الاخ رشيد اوبي اللي كيرجع عليه الشكر. هي تحيه لي من الميمبر. الاخ اوبي والرئيس ديال الجمعيه ديال حي الفرح من السوده سابقا. وهاد الكوبل اخويا راه هو لاعب بجناحه في هولندا. راه الاب ديال هاد النتوه هادي راه تبارك الله راه ديال واحد الممنوع سميتو تشالنج في هولندا، وراه هو لاعب بوها راه 25 اسبيجون في هولندا ييرلينغ في 2008 تبارك الله. وجداتها هو راه اسبيجون، والام ديالها راه تبارك الله ديال واحد الممنوع سميتو جيرار شيفر، وفيها الكوبمان فيها شي دمومه مزيانين حتى هي نتوه هولنديه. والحمد لله راه الكوبل ديجا لاعب عند اخ اوبي ولادو راهم ديكلارين من 100 ل 500 والحمد لله دابا ديكلارينا به الحمد لله. والحمد لله. والتوقيت ديال الاعلان ديالك الاخ الاعلان اخويا 15/36 15/36 و30 ثانيه تبارك الله. يعني توقيت جد رائع ورائع جدا الحمد لله والشكر. ربما غادي يخول لك المراتب الاولى داخل عصبة الدار البيضاء والمرتبه الاولى داخل جمعيه ديال الحي عادي ليك الاخ. المرتبه الاولى في حي عادي خرجت ريزولتا الحمد لله، ولكن العصبة حنا باقيين كنتسناو ان شاء الله الريزولتا الحمد لله. كنتمنوا لك التوفيق. بالنسبه ديال الحمامه الاولى خويا اللهم بارك حمامه ممتازه اللهم بارك. وبالنسبه للحمامه الثانيه هذه تكلاسات 5 عندنا في الجمعيه وغتكون حتى هي في مراتب متقدمه في الجمعيه في العصبه. راه ديكلارات مع توقيت ممتاز، ديكلارات مع 40 دقيقه الثواني ما عقلتش على الثواني. وهذه اخويا فيها شي حمام ديال الاخ ديدو الله يجازيه بخير ولعنا. الاخ ديدو تبارك الله صديق ديالي الله يجازيه بخير ولعنا. والانثى بالنسبه للانثى راه واحد الانثى واخذها انا ديال باهي فناني، ولكن انا ما واخذهاش من عنده ديريكت، واخذها من عند واحد الصديق. واخذوه على الطريقه اخرى ما واخذهاش ديريكت. والحمد لله ولاد انا ديكلاراو العام اللي فات الجويجه ديكلاريت بهم 200 في الشماعيه، وهذا العام عاوتاني هما كيبسموا الحمد لله. وكنشكروا الاخ ديدو من هذا المنبر والاخوان ديال عين برجه جميعا من الصغير للكبير. الاخ بوخيطه اللي ما كيدخلش علينا بالمعلومات تحيه للاخوان بوخيطه حتى هما ابطال كبار. الشعبي عز الدين، الاخ رضا المدني، الاخ عبد الرحمن، كاع الاخوان كنعيطوا لهم في السيمانه كامله، خصتنا شي معلومه راه ما كيبخلوش علينا بالمعلومات. ابطال ديال الحي المحمدي. ابطال ديال الحي المحمدي وسيرتو ابطال ديال عين برجه، ابطال كبار تبارك. وتحيه دائمه لجميع الابطال ديال عين برجه والابطال ديال الحي المحمدي. نسوق الاخ سليمان شحال حمامه ديتي المسابقه؟ خويا ديت 30 حمامه. 30 حمامه دخلت 29 دكايره واحد اللي ما جاش. 29 حمامة جات الحمد لله. باقا وحده باقا ما جاتش. باقا وحده ما جاتش. ما عرفناش مسكينه اش طرات. تقدر تجي مازال المهم غير ما تضربش وما تشدش وصافي. عندها قانون اللعبة هذا، الحمامة ديجا عندها ديبلوم العام اللي فات في الشماعية، كانت ويتيم في الشماعية هو اللي مشى ذكر. حتى هو سولها مزيانة ولكن ما تعرفش مسكينه اش وقع عليه، المهم هادشي داخل في قانون اللعبة ماشي مشكل. تبارك الله. لقيتها فين جات الحمامة؟ كنتي حاضر في ديكلاراسيون؟ كنت حاضر، كنت هنايا في السطح والأخ عبد الرحيم عندو. والحمام اخويا المشكل اللي عندنا حنايا انت كيف ما كتشوف راه عندنا السطح ما عندناش جاتو وتحطات ولا ما عندناش حنا السطح منو كتجي الحمام تحط فوق السور عاد باش كتهود يعني عندنا واحد 40 ثانيه. ايوا قال الحمام ملي كتلق وقع لها مولف كيتحط لك تما عاد يهبط تما عاد باش كيهبط. الحمام جات حطات تما استراحت واحد 10 ثواني وهودتني شلت سبوتنيكا ديكلارات. والحمد لله بعدا مضيعات 10 ثواني ولا ماشي واحد 40 ثانيه كاع ما بين الدوره والحطه كلشي واحد 40 ثانيه الحمد لله. ومبروك عليك الاخ سليمان. وكما كيعرف الجميع كما كتشاهدوا معنا الاخوان لوفت متواضع ومتواضع جدا عادي تبارك الله عليهم.
حنا باش نتولعوا وهذو ولاعه ما خصهاش تكون مكلفه. هذوك شركه باش ندوزوا للاخوان هذو ولاعه راه ولاعه شريفه وبسيطه. هي صراحه اللي خصو يكون خص تكون السلاله. السلاله اهم حاجه خصها تكون. اللوفت كيعاون بصراحه ولكن اللي ما في استطاعته مش خصو يتكلف. اللوفت غير هو خصو يكون صحي وصافي. صحي والحميمات كيجيبوا فيه لا فورم الله يجعل البركه هادشي اللي كاين. اللهم بارك. وكما كتشاهدوا معنا الاخوان اللوفت كما قلت لكم لوفت متواضع ومتواضع جدا دائما عند الابطال ديالنا سليمان طونديم سليمان عبدو الله يسخر لهم في باقي المسابقات ان شاء الله سواء في هذا الموسم او الموسم القادم ان شاء الله ربما الاخ ديالنا سليمان ربما يعاود يجدد اللوفت ديالو ان شاء الله لا لا ان شاء الله ان شاء الله غادي نصاوبوا لوفت ان شاء الله في برودكسيون لوفت ديال اللعب عن حكم الوقت ما كاينش حكم الرئيسي تبارك الله هذا راه كيقوم 80% اخ سليمان بالنسبه للجمعيه ديال حي عادل كاين شي اخويا جمعيه حي عادل صراحه جمعيه داير معكم شي تسهيله شي كيفاش جاتك الجمعيه ديال حي عادل؟ المستوى صراحه عالي انا صراحه لعبت الجمعيات كاع الجمعيات مزيانين ما غاديش نقولوا ولكن حي عادل تبارك الله فيها ناس قدام اهرامات ديال الولاعه اعطيك مثال في الاخ عبد الحق بنون تبارك الله راه وش كيعرفوا بطل كبير تبارك الله كبير تبارك الله والتنظيم عندهم هذاك حميمات على قد الحال قلال ما كاينش حمام كثير يعني حمام كيمشي في دي كونديسيون مزيان ومرتاح والحمد لله راه فيها ابطار من العيار الثقيل راه واخا الناس ما كيدوش على حي عادل بزاف ولكن تبارك الله راه الدراري راه اللي كاينين راه تبارك الله في الخماسي باش شفتي الريزولتا ديال الخماسي اللي كنلعبوا معاهم راه تلقى ديما 6-7 ديبلومات كيديهم حي عادل تبارك الله تبارك الله اللهم بارك المستوى تبارك الله غير هما كما قلت لك حيت الجمعيه فيها حمام قليل وفيها موالع قلال ما كتسمعش بزاف ما كتسمعش بزاف ان شاء الله انا كنقول هذا العام وفي العصبه غادي تشوف ان شاء الله جمعيه حي عادل ان شاء الله ونوجه الشكر ديالي سميتو كاع الاخوان اللي كيسهروا ويجحوا لنا الطلقات الاخ دنو الاخ محتاج اللجنه التقنيه الاخ ماشو اللجنه التقنيه كاع كاملين اللي كيديروا معنا في ساكن مجهودات وكيخلوا وقتهم كيضحيوا بوقتهم وكيبقاو حتى الجوج الصباح ثلاثه في الجمعيه في ساكن باش يسهروا على الطلقه وباش كلشي يكون على ما يرام والحاج جابر الحاج جابر تا هو الحاج جابر معكم تا هو معنا بزاف اللي كيكون معنا هو الاخ ماشو والاخ محتاج أيه. وكيكون معنا الاخ عبد الحق بنون هادو هما اللي كيسهروا كاع بزاف معنا على هما اللي كيضربوا زعما مساكن معنا تمام وتحيه للمكتب المسير ديال جمعيه حي عادل تحيه لجميع الابطال ديال جمعيه حي عادل وخاصه ابطال عصبه الدار البيضاء الكبرى برئاسه السيده عبد العزيز وعدي الدان وكنشكروا المنبر تا هو اللي نجح لنا الطليقه الحمد لله وكانت واخا كنا خايفين صراحه حتى عطل الحميمات ما تلقوش بكري ولكن الحمد لله داز كلشي مزيان شوف راه كلشي عطل في هذه المسابقه هذه كازا الرباط جميع الجمعيات جميع العصاب كلهم عطلوا الحمام على حساب الظروف ديال الضباب وكاين واحد شويه ديال البرد كونتر ولكن ماشي مشكل الحمد لله ماشي هذاك الشيء تبارك الله وكاين شي استعداد بالنسبه للمسابقه اللي ما جاتش المسابقه اللي جايه عندكم من تانوت ان شاء الله من تانوت اللي جايه ان شاء الله المسابقه الاولى ديال نصف الطويل ديال الدومي فون ديال الدومي فون ان شاء الله حنا داكشي اللي كيقدرنا عليه الله راه كنديروه وكنخدموا مع الحميمات ونتمناو من الله الخير وكاين شي كاين شي استعداد استعد لها شويه ياك ضروري السي بالعيد ضروري داكشي ضروري شي الحميمات لا ما عاونتيهمش راه ما غيديروا والو ضروري الحمام خاصو يطير مزيان خاصو ياكل مزيان شويه ديال المكملات الغذائيه ما خاصش شي ضروري راه ما كاينش شي واحد ما كيلعبش بلا مكملات والكمال على الله هذاك الشيء عاوتاني سخرة الله العنوان ديال المسابقة ديال مين سنة وما جد وجد وما زرع حصد هذاك الشيء اللي كاين شي تحية غتقدمها للإخوان ديالنا أخويا كنسلموا على جميع الموالع المغرب كامل من طنجة للقويرة كاع الموالع وكنقول لهم من هذا المنبر هذه الولاعة هذه راه ولاعة بسيطة ولاعة شريفة ما كتحتاجش بزاف ديال المصاريف ولا تكون عندك الراسة سجينة متواضعة وتكون صحية وتكون انت داير النية وما تكونش تكون مصفي النية مع الحميمات يعني ماشي غرضك هو البيع والشراء ولا غرضك انت هو تولع وتحب الحمام وراه غيجيب الله التيسير هذاك الشيء الاخ سليمان بالنسبة للبريباراسيون ديال الحمام كتبريباري كيفاش كتبريباري وضروري بريباراسيون خاصها تشرى مع الاخوان اللي فايتين في التجربة في التجربة وفي الولاعة الاخ ياسين والاخ منون نيت عبد الحق راه كنستشروا معاهم على طول السيمانه لا ما عرفناش شي حاجه راه كنعيطوا اش علاه ما كيبان لي راه كل مسابقه وبريباراسيون ديالها هي دابا هذه اللعبه الاخ سليمان بالنسبه للهوايه ديال الحمام السباق ما فيهاش بروغرام ولا فيها شي حاجه ما كاينش حاجه ستوندار خاصك تتاقلم مع الاجواء تتاقلم مع الاجواء وعلى اللوفت ديالك انت اشنو عندك واش عندك تريكومونوس عندك كوليزا المسابقه كي غدوز واش برد كونتر برد تريكومونوس كان الجو غيكون بارد راه كتبازي على لاباري ريسبيراتوار الميلون الشاوة كانت تلقى هذه قاصحه راه وتلقى غدوز صعيبه راه الناس راه كيتقلوا شويه الماكله وي الحمام صحيح كتجي برد معاون الحمام خاصك تصيفطو خفيف خفيف وهذا هو هذاك الشيء علاش كنقول لك انا البروغرام ديال الحمام راه صعيب باش يديروا هذاك خاصو يتاقلم مع الاجواء وكنقول له هذا المنبر ما عرفش
يصغر راسو ويستاشر. هذاك الشيء اللي كاين. انا كنوجه التحيه للاخ وردان. الاخ وردان اللي ما كيبخلش علينا بالمعلومات. البطل الكبير ديالنا. وتبارك الله عطانا بزاف ديال النصائح وتبعناهم هذا العام والحمد لله جاب الله التيسير. ديما فيما كتسولوا ما كيبخلش عليك بالمعلومات. لا لا ما يبخلش عليك. كيجاوبك بالزربه ما كيبخلش. وراجل خالوق وبطل كبير وكبير جدا. الله يجازيه بخير. وبطل صراحه وبطل في جميع من جميع النواحي، بطل في الحمام وبطل في الاخلاق وبطل في كل شيء تبارك الله. تحية لمنظمة بار، تحية للأخ وردان، وتحية لجميع الأبطال ديال مدينة الدار البيضاء، جميع العصاب سواء العصبة سواء الفيدرالية. الحمد لله كنا خوت، ما كاينش إشكال الحمد لله. اللي ضرب نصفقوا ليه واللي ما ضربش الله يسهل عليه. وكما شاهدتوا معنا الإخوان درنا واحد العملية الكونترول عند الأبطال والطونديم سليمان عبدو عن جمعية حي عديل وتحت لواء عصبة الدار البيضاء الكبرى ضمن مسابقة سيد مختار البطل ديالنا سليمان عبدو. كيعلنوا من بين الاوائل داخل هذه المسابقه اللي كتكون مسابقه ماشي سهله، كان في الرياح معاكسه، كان الاجواء كانت حاره من ناحيه ديال زعما الشمس. المهم مسابقه ماشي سهله ومسابقه راها ملعوبه، الاخوان ديالنا راهم ديكلاراو الحمد لله. هذا فضل الله، شي فضل الله الحمد لله. ومبروك لجميع الابطال وتبارك الله عليكم. مبروك على جميع المواليع. مبروك. الله يسخلك اخويا سليمان والطونديم ديالك الاخ عبدو. بهذا الفيديو الاخوان نستودعكم الله وفي امان اللقاء بكم مره اخرى ومع فيديو اخر ومع كونترول اخر. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.